أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو علاج قسوة القلب؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هو علاج قسوة القلب؟ وما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ علاجه بذكر الله عز وجل، علاج القلب بذكر الله، الإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن يعالج بهذا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأسباب المعينة على قيام الليل النية، ينوي يعزم، والمداومة على ذلك، تعود قيام الليل، والنوم مبكرا علشان يصير عنده فرصة للقيام آخر الليل.